السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأعزاء، أحب أوضح معلومة قصيرة عن أهمية استخدام مضادات الفيروسات أو الأنتي فيروس على أجهزة الحاسب بتاعتنا، ولازم تكون المضادات الفيروسات مضادات أصلية، تمام؟ وهوريكم هنا ببساطة ازاي الانتي فيروس بيتعامل مع البريد العشوائي وخلافه. هنا دلوقتي انا فاتح الايميل بتاعي وباجي عندي في البريد العشوائي اللي هو الجانك، عندي بريدين، تمام؟ طيب، لان هي دي كانت الاول، كانت الحالة بتاعتها كده غير مقروءة الاول. فدلوقتي لما ببص كده بلاقي عندي جاي لي من صديق او زميل اسمه ناصر السعيد او ناصر السعيد. طيب، بفتح الميل. طيب، الميل اللي بيجي في الجانك بيبقى ده الشكل بتاعه الرئيسي اللي هو بالشكل دوت. لما ابص الاقي ان جاي لي بريد من صديقي وجاي على البريد العشوائي، مش جاي على الانفوكس اللي هو صندوق البريد. لما ببص على البريد العشوائي بلاقيه في حاجة مش مظبوطة، لأن هنا بيقول لي you mark this message as junk so we will delete it after 10 days. يعني إن أنا طالما الرسالة موجودة في البريد العشوائي، الهوت ميل أو الأوتلوك هيلغي الرسالة من الجانك بعد 10 أيام. يعني أنا لو سبت البريد العشوائي جوه الجانك 10 أيام بتتلغي من اصله على طول وبيدخل مكانها بريد اخر، تمام؟ طيب، لما اجي بكمل كده عندي حاجتين، بيقول لي ويت ات از سيف، دي رسالتي. لما هدوس على الويت ات از سيف يبقى انا بقول للبريد العشوائي كده لا، ده الايه الرساله دي امنه، او بقول له اي ام نوت شور ليتس مي تشيك، يعني انا مش متاكد قوي من الرساله، خليني اشيك عليها او افحصها، ماشي؟ لو قلت له ويت ات از سيف هيسيف الايه؟ هيسيفها على طول، نقلها اوتوماتيك على الايه؟ على الانبوكس. هروح افتح الانبوكس وابص عليها كده، اتفرج عليه، راحت في الانبوكس، ماشي؟ طيب، هرجعها تاني للايه؟ للجانك عشان اجرب الخيار الاخر اللي هو ويت، الخيار الاخر اللي هو اي ام نوت شور، لان انا مش متاكد اذا كانت امنه ولا مش امنه، تمام؟ ليت مي تشيك، فهدوس على اي ام نوت شور ليت مي تشيك، نشوف الايه اللي هيجرى. يبقى انا مش متاكد منها، يبقى انا كده بقى ايه بشوفها، لان هي مش جايه من ناصر بالظبط، ده هي للاسف هي جايه من على ايميل غريب جدا، ده هو مش ما هواش بتاع ناصر السعيد، انما كاتب لي جنبيها ناصر السعيد. طيب، نفهم بقى معلومه ثانيه برضه، القصه دي مشيت ازاي. ان ناصر السعيد اللي انا متوقعه، ناصر السعيد الرساله دي اصلا مبعوثه من على الايه موبايل، كاتب لي مضيلي تحت ناصر ال سعيد وسنت فروم ماي ايفون، يعني هي مبعوثه الرساله من ناصر السعيد من الايه؟ من الموبايل بتاعه اللي هو الايفون. طيب، طب هم جابوا ناصر السعيد منين؟ اللي هم الهاكرز اللي بيخشوا على الايميلات وبعدين بيلقط الايميل ويقوم ضرب. انا لو بصيت هنا على الايميل ده موجود فين؟ دوت كده كل الكونتاكتس اللي موجوده عندي في الميل اللي هي راحت لها نفس الرساله من ناصر السعيد، هم المفترض في الكونتاكت ليست بتاعت ناصر السعيد، ماشي؟ طيب، هم عرفوا ان ده ناصر السعيد منين او حصلوا عليها ازاي؟ ان اكيد ناصر السعيد في الليسته، في الكونتاكت ليست بتاعته او قائمه الاتصال بتاعته واحد او اثنين او اكثر، مش مطلوب اكتر من واحد حتى، الواحد دوت على الموبايل على الكمبيوتر بتاعه فيروس، فلما بيجي الفيروس بيدخل يلقط الايه الكونتاكت ليست كلها ويبتدي الفيروس يبعت رسائل كلها
لمين؟ لكل الكونتاكت ليست بتاعت ناصر السعيد من غير ما يحسوا ان هي جايه من حد تاني. فهو دي الايميل اللي انا هشاور عليه دوت او هحدده. الاسم اللي انا هحدده ده كله دهوت ده الايميل او الموقع اللي جاي من خلاله مين؟ ناصر السعيد. طيب في احتمالات تانية؟ ايوه في احتمالات تانية. ايه الاحتمال التاني؟ ان يكون ناصر السعيد نفسه دخل جوه موقع، تصفح الموقع، والموقع ده اصلا موقع مشبوه، واللي بيخش على الموقع ده بيقوم داخل على جهازه بيزرع فيروس، فالفيروس بيخش على الايميل وبيخش على الكونتاكت ليست برضه بياخدها. تمام. طيب الملحوظه الثانيه ان انا لما ابص كده هم دخل فعرفوا ان هو اسمه ايه، ناصر السعيد، وراحوا حاطين الموقع نفسه مش الميل بتاع ناصر السعيد، عشان كده جالي فين؟ جالي في البريد العشوائي او الجانك. ماشي. طيب طب هو دلوقتي موجود، لو لاحظنا ان هو دلوقتي في الانبوكس، فراحت الرساله بتاعت الايه بتاعت ليت مي تشيك. ماشي. ولا هي لسه لحد دلوقتي في الجانك، ليت مي تشيك. انا لو جيت اقول له ويت ات از سيف، هدوس عليها تاني. طيب اتشالت الرساله من الجانك، راحت فين؟ راحت على الايه، يا اما اروح لها من هنا جو تو مسج، جو تو مسج هيفتحها اوتوماتيك لو نجرب. طيب هروح على الانبوكس وافتحها، افتح الرساله من الانبوكس اللي هي جايه من ناصر السعيد. طيب ناصر السعيد ادي الحاله دلوقتي، ده جه من هنا، في عندي رساله. الرساله عباره عن رابط او لينك عن نت بس. طيب ناصر السعيد، نفترض ان ناصر السعيد دلوقتي هو ناصر السعيد معرفه وصديق. طب على الاقل خالص ان ناصر السعيد هيبعت يقول لي بالعربي، بيقول لي الموقع، او بالانجليزي هيقول لي الموقع دوت موقع مفيد، ممكن تعمل عليه مشتريات او تتفرج عليه على برامج صحيه او غيره، او برامج للرياضيه او غيره. انما لا، ده هو حاطط ناصر السعيد بس، وبعدين sent from my iPhone بس، من غير اي حاجه خالص كده. الله. طب ايه الرساله الثانيه اللي ممكن تلفت نظري؟ ان دي جايه لي الري ويند ديت، دي يبقى ديت كانت رايحه لناصر السعيد، وناصر هو الفيروس بيحاول يوهمني ان الرساله جايه من عند ايه؟ من عند ناصر السعيد. طيب انا هنا، طيب ايه الاحتمالات اللي ممكن المستخدم الحاسب الالي يعملها في الحاله ديت؟ طيب الاحتمال الاولاني ان يدوس على الرابط. طب حال ان انا دوست على الرابط اللي هو الوهمي الغير معروف، ايه اللي بيجرى بالنسبه للحاله ديت؟ ماشي. ان الرابط بيقوم واخدني على الصفحه اللي عليها الفيروس، يدخل الفيروس ياخد الكونتاكت ليست اللي عندي كلها ويبتدي يبعت لها نفس الايه؟ نفس الرابط. تمام. طيب طيب في الحاله ديت المواقع المشبوهه وغير المشبوهه، ايه دور الانتي فايروس هنا بقى؟ لو انا عندي انتي فايروس اصلي شاريه ومرخص وبيتعمل له ابديت على طول، وبيعمل سكان للايه؟ بيعمل سكان بصفه مستمره للجهاز، انا بالنسبه لي مطمن مش خايف. انما اللي يخاف الجزئيه ديت اللي هو ما عندوش انتي فايروس اصلي على الايه؟ على الحاسب الشخصي بتاعه او الحاسب الالي بتاعه. طيب يعني ايه؟ برضو ارجع في جزئيه ثانيه، ان انا النهارده عندي انتي فايروس اصلي وانتي فايروس مش اصلي، لان في البعض مننا بيروح ينزل من مواقع اللي هي الانتي فايروس اللي هي معمول لها كراكات، وكون ان الانتي فايروس معمول له كراك، ممكن يكون الانتي فايروس اللي نازل ومعمول له كراك اصلا فيروس كمان، لان بيخش عليه الهاكرز يغيروا من الكونفيجريشن او المواصفات بتاعه البرنامج، بحيث يوهمك انت كمستخدم للحاسب الالي ان الفيروس، ان الانتي فايروس دوت حقيقي وهو في الاصل فيروس. ماشي. انما
انا على جهازي انتي فيروس حقيقي، فهعمل ايه؟ انا مش خايف بصراحة من الرابط، هدوس على الرابط كده هوت، فبيبتدي يحمل الموقع. ايوه على طول، على الفور الانتي فيروس اشتغل معايا هوت الكاسبر فيور 3، وحاطط لي الرابط، والرابط اصلا مخزنه عنده، لما اقول له هات لي ديتيلز بتاعه كمان هيفتح لي على الديتيلز. لو لاحظنا هلاقي الانتي فيروس الاول كان احمر، لونه احمر، ليه بقى لونه احمر؟ علشان بيقول لي في مرحله خطر، انما قلب اخضر تاني لانه عالج الخطر، وراح ايه؟ راح حاطط الديتيلز كلها عندي هنا هوت. طيب انا هنا هوت من باب العلم بالشيء والتدريب هدوس على زرار برنت سكرين عشان اخد طبعه للشاشه، وهاجي على برنامج زي البينت هقول كنترول في عشان اعمل بيست. طيب الشكل الشاشه مش كامل عندي، هصغر الشاشه شويه. الشاشه كده هوت، هاجي احدد الجزء اللي انا عايز اخليه بس الصوره بتاعتي كده هوت بالماوس، ماشي. وبعد كده بقول له كروب، يعني حدد لي الجزء دوت بس واعمل له اعملها هي الصوره بس والغي الباقي. وبعدين هاجي على الريسايز، ازود بالبيكسل شويه عشان اكبر حجم الصوره، ماشي. وبعدين انا شخصيا للتعليم بروح احفظ الصوره ديت بجي بي جي، وهقول له اديني رقم للصوره كده هوت، تمام. طيب اتحفظت عندي. بعد ما اتحفظت الصوره هتنقل مره ثانيه للايه؟ للبريد الخاص بيا. طيب ادي شكل صفحه، الصفحه زي ما احنا شايفين فوق خالص بيقول لي دوت انا الكاسبر فيور 3، ماشي. دي اقوى نسخه بالنسبه لمضادات الفيروسات اللي هي من كاسبر فيور، ماشي. طيب بيبتدي يشرح، بيقول لي الاكسس دينايد. الاكسس دينايد يعني تم ايه؟ تم عمل حظر على الايه؟ الدخول بالنسبه للصفحه ديت. ليه؟ بيقول لي ادي الصفحه دي عباره عن تروجن، اللي هي فيروس اللي هو بيطلق عليه حصان طرواده، حصان طرواده. يبقى هنا هنا عرفت الايه؟ عرفت مدى اهميه الايه؟ اهميه الانتي فيروس. انا هنا من باب التدريب، ماشي، بحتفظ بالرسائل دي مش عشان افتحها، لا، ده انا بحطها عندي كمان، بحط عليها علامه، احطها في الفلاج عشان لما اجي ادرسها للمتدربين او متعلمين للحاسب الالي، يبقى عندي رساله ممكن ايه اشرحها لهم بشكل عملي. وان كده نكون